جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. يتبع فيك بالبداية لأنه عايش في فرنسا، يقول حصري ورسمي عرض رسمي من أرسنال اليوم لأيمن عبد النور حسب مصدرنا الخاص، الخاصة عرض مغري جدا. كمان نذكر أنه أرسنال قدمت بالأمس بعرض رسمي لنبيل بكير لاعب ليون أيضا. نبيل فكير، فكير فكير, فكير. 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 ما تقال تقرأ فكير. فكير. سعد بكير، سعد بكير بدا جيبس أخويا بدل الحرف ذلك بكير مصلح واحد كلك مصلح واحد اللي فيه خير ربي سهل. ويقول انه في اعتذار قرار موناكو برفض او قبول العرض. هذا جماعه كيس انت على العالم بالامور هذه ولا فما منا فماش منا نعرفكم. انا جددت العقد نتاعي ساعه كان يو في 2018 تو 2019 جددت عندي 3 شهور. بصراحه فرحان برشا بجميع حتى كنكمل مشوار مع موناكو. سيدي جابي حتى لو كان يكمل اش معناتها هي حتى خاطر بيتيتر فما دي زوفر بيتيتر سي با موا كي ديسيد بيان سور سي لو بريزيدون يجيني نهار يقول لي عندي تو اوفر ما نجمش نرفض العرض هذايا حاشتنا بالفلوس و نجم نمشي على روحك فوالا من بعد نقعد نشوف جمعيه كبيره نمشي على روحي ان شاء الله فهمت. لكن كان فما حتى شيء ولا يقول لك اني ايمن عبد النور ما تو لي ان ترانسفير باش نعمل نقعد وديجا في جمعيه كبيره ونقعد فرحان فوالا. هي ما انت على علم بالحوار هذايا خلينا نحكي بصراحه على علم انه فما في رقم بذاتها تبع فيك كما ارسنال وغيره. فما دي كونتاكت ديجا لاجون تاعي قاعد يسو دي بلاس توا ويمشي يشوف في رقم مساش نعرفهم ماهي مش مخبي مش عيب راهو مش عيب الصحافه تحكي لا مش كيستيون عيب ولا حاجه لكن قاعد فما دي كونتاكت يحبوا فما جمعيات يقول لك انا جو بو با ندفع الفلوس هذيك خاطر البيدجي نتاعي ما يسمحليش باش ناخذ اكزومبل لاعب غالي دونك يحبوا على ديفونسور اكزومبل يسوى سوم وانتخ هكا وهكا لكن جمعيتك طالبه برشا اكزومبل. خارج فرنسا الفرق هذيا مثلا مش كل خارج فرنسا كل ارسنال موجود ارسنال موجود وانتو كان نجمات سيرتو ارسنال شوف سيرتو ارسنال خاطر ارسنال في البلاصه نتاعها هي لاكس سونترال نتاعها مرتزاكير معناها تخي لون وفييسون ورزين برشا كيف كونسيالي معناها شوف يعني اي من ديريكت بلاصته محزوزه معناها كيفاش ارسنال يلعب من غدوه فهمت ويقويها خاطر قدام قويه وفي وسط التيران قويه وقدام عندهم بوكو كاليتي معناها فهمت هي اللي النتائج السلبيه نتاع ارسنال خاطر لاكس سونترال نتاعها ضعيف ياسر. نسبة البقاء نتاعك ان شاء الله يمشي لازم نسبة البقاء 50% لا 50% وشوي اي من 50% القاعدة تقول جمال القاعدة تقول تنجم تمشي تنجم تقعد خويا برا خلينا ناخذ شوية فلوس شوية آخر باش يلوش لا والقاعدة تقول زيادة كي مشيت من تولوز لموناكو من غدوة جاي اليوم كلمني البريزيدون تاع موناكو غدوة زيد مشيت بالكرة. وإذا كان الأمور باش تتحدد وقتاش تتحدد قبل انطلاق الموسم؟ لا عندنا هذا حال حتى الوقت تروح مازال بك ميركاتو مازال محلش اي مازال محلش تمام جوست تبدا الكلام قداش شنو الأمور فما خاطر توا تبدا شوية خاطر الشامبيون طول الشامبيونات وقف وكل جمعية تعرف تحب لي بوجون تاعها لا وكان ما يعرف كل جمعية تشرب الشامبيونز ليغ عم يجي ولا الأوروبا ليغ الكل تبدل زيد فما حاجة بس تترني في الراي ولا كل ملاعب يجددوا له عقده في وسط الموسم راهو باش يخرج في وسط من بعد لانه علاش يجددوا له عقده جمال هما يجددوا له عقده باش يطلعوا في الفلوس لانه يكون العقد نتاعو في مستوى معين من الفلوس اللي هو ديما 4 سنين خير يعطيك السنين وخمسه سنين من بعد ديما في وسط العام كي يطلعوا له عقده جمال حتى موناكو كي باش تناقش مع ارسنال ولا غيرها في ايمن الفالور مارشوند نتاع ايمن تطلع اكثر ولا جمعيه الاخرى يعطيك الصح تقول كي كان عندك 4 سنين صح ما يعطيك الصح في اليوم معناها اون جينيرال ديما يكون اقرب للخروج ايمن ولكن انت قلت في فرنسا ولا برا انت قلت في فرنسا ولا برا ايمن اليوم عادش نجم يلعب خلينا في بيجي ومارسي هذاك شو زيد البطوله اللي حبها ايمن بصراحه هذايا لونجلتير يعني سترا بارفي بارفي ايمن لونجلتير حتى تمشى ما كان يدري جو دو تيت والاجريسيفيتي والدويل علاش لونجلتير ايمن والجمهور خاطر اقوى شامبيون في اوروبا في اوروبا اون بليس لعب في المانيا لعب في فرنسا دونك نحب ان شاء الله وشي دو جو وين برشا ايمن زاد يتحمس مع الجمهور هذاك التقريب وكذا ايمن يوليو يعبدوه هذه لا ارسنال يمشي خاطر الكاركتير يحبوا التومبيرامون تاع ايمن في لونجلتير يحبوه يعشقوا التومبيرامون تاعو شوف رويكين قبل يضرب بالمنك ويعيط ويعفس والجمهور تلقاه يحبوه كان سيليدور نتاع مانشستر يونايتد تشوف باتريك فييرا في
في ارسنال تشوف معناها جوارات كي تشوف بول إينس قبل الجوارات دو كاركتير الجوارات نتاع اغريسيف وكذا يحبوهم برشا في الانجلتير. في الانجلتير كيما نحنا نحبوا البيتي بون العظمه هما يحبوا الديتونت يحبوا التاك والتاك وتطلع بالراس وتضرب الكره بالراس تضربها كذاك الستاد كامل يعيط عليها معناها سي تي بي كاين من عبد الله انت تو ترا في اي من غادي غادي بلاستو غادي غادي ولا بحذا شويه غادي غادي وين بحذا شويه لا بعد تلعب اسكتلندا وين بحذا شويه في حومه في مانشستر فنلندا مانشستر هو في توتنهام لا توتنهام هو الكل حمز لا لا هو ديربي ديربي عرفنا فريق اخر هو حمز يا غالي مانشستر وتشيلسي والكل على بعضهم والديربي نتاع لو ديربي توتنهام ارسنال تاع النور وتوتنهام ارسنال معناها هو قال لك هو قرب جمالك عندك زوز لا هو لا بكري مع مراد طلعنا شكون باش يجي الاولاد وهني تو طلعنا زوز باش يعرف الزوز هذا ما عملش قلنا تو جوهره اف ام جوهره اف ام الدنيا وما فيها